أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا لا حجة علينا. آمين آمين. نرحب بكم في اللقاء العاشر من مجلس التفسير، ودائما لا بد أن نتذكر النية من هذه المجالس. إن لم تكن لله فلن تثمر، وإن لم تثمر لن تنفع. فنحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ونيتنا هي طاعة الله عز وجل امتثالا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يحث الصحابة الكرام على تدارس القرآن امتثالا لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. نتابع ما توقفنا عنده في المجلس التاسع. يا أيها الناس، يا أيها الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نربط الآية بما سبقها. سبق هذه الآية تعنيف وزجر وتهديد وتصوير فني. من حضر معنا في الأسبوع الماضي كان المثال عن الصيب الذي فيه ظلمات ورعد وبرق وإغلاق للآذان، يجعلون أصابعهم في آذانهم. كان تصوير فيه هيبة، فيه فزع. ثم تأتي هذه الآية انتقال نوعي، انتقال نوعي، وسماها العلماء أسلوب التحبب. وهذا ما يجب أن يكون في علاقاتنا مع الآخرين، نجمع بين الترغيب والترهيب، نجمع بين الشدة في وقتها والرخاوة في وقتها، نجمع ما بين التعنيف أحيانا ولكن يكون معه الرحمة. يا أيها الناس، الخطاب يعم كل من سبق. المؤمن مخاطب بهذه الآية، والكافر مخاطب بهذه الآية، والمنافق مخاطب بهذه الآية، والذي في قلبه مرض أيضا مخاطب في هذه الآية. كلنا مخاطبون، ونحن اليوم مخاطبون بهذه الآية. يا أيها الناس، ألسنا من الناس؟ بلى. إذن هذه الآية لكل من هو من جنس الناس. إذن هذه الآية فيها إعادة إرشاد وإقبال عليهم بالخطاب، وهذا فيه كما يقول العلماء تأنيس لأنفسهم، إيناس، التأنيس من الإيناس والأنس لأنفسهم، بعد أن هددهم ولامهم وذم صنيعهم، ليعلموا أن الإغلاظة، ليعلموا أن الإغلاظ، الغلظة عليهم ليس إلا حرصا على صلاحهم. وهذا حال المربي. أنت تغلظ أحيانا على ولدك من أجل ماذا؟ من أجل مصلحته. وربنا عز وجل تعامل معنا بهذا الأسلوب. لذلك الطبيب الذي يبتر عضوا في جسد المريض حفاظا على سلامته من الموت، ننزل له في اليوم التالي إعلان الشكر في الصحيفة، هو قطع يد الولد أو رجل الولد، ومع ذلك ماذا نقول؟ شكرا جزيلا. قطع اليد وتقول له شكرا جزيلا؟ نعم، لأن هذه الغلظة كانت من أجل ماذا؟ سلامة الجسد. وكذلك في العلاقات الاجتماعية كان الإغلاظ عليهم في بداية السورة،
رحمة بهم من أجل صلاح حالهم. يقول الإمام الزمخشري هذا من باب جبر الخواطر، ويقول جبر الخواطر يزداد به المحسنون إحسانا وينكف المجرمون عن سوء صنيعهم. تحسن إلى من أساء إليك، ماذا تفعل بإحسانك إليه؟ تملكه، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بماذا؟ بالإحسان. الإحسان ليس لمن أحسن إلي، لا، الإحسان لمن أساء إلي. أنا أحسن إلى من أساء من أجل أن أؤلف قلبه ومن أجل أن أحيده، إن لم أستطع أن أضمه إلى جانبي على الأقل أحيده فلا يكون عدوا. وهذا مهم حتى في السياسة. يا أيها الناس، يا أداة النداء، وهي أكثر أداة مستخدمة في النداء، اليا، وينادى فيها القريب والبعيد. يا أيها الناس، إيش أي هذه؟ يا أيه، أي قالوا هي نكرة تدل على فرد من جنس، هذا الجنس يتصل بها، يكون طبعا اسم، لابد أن نأتي باسم الجنس، يتصل بها إما بالإضافة، عندما نقول أي رجل، يا أي رجل، هذا بالإضافة، وإما بالإبدال عندما نقول يا أيها الرجل. يعني أصل العبارة يا أي هؤلاء الناس، فالعرب ماذا فعلوا؟ حذفوا اسم الإشارة وأبقوا هاء التنبيه، فصارت يا أيها الناس. ذلك ما إعراب الناس هي بدل من أي، واضح؟ والهاء هاء التنبيه. يا أيها الناس أعبدوا، ما هي العبادة؟ لا شك أن العبادة هي التذلل والخضوع، التذلل والخضوع، فكل من يتذلل له ويخضع له أنت في الحقيقة تعبده، ولا يستحق العبادة كما قلنا في الأسبوع الفائت إلا من الذي خلق. فالذي يستحق أن يعبد هو الذي خلق. أرني خالقا غير الله أنا سأعبده، أرني أين هم، أين هو؟ غير موجود. لذلك لو سألك ولدك من الذي يستحق أن يعبد، كيف نجيبه إجابة منطقية؟ الذي خلق، الذي خلق، وقلنا هذا في الأسبوع الفائت وتكلمنا عنه بالتفصيل. طيب، يا أيها الناس أعبدوا ربكم، لماذا لم يقل أعبدوا الله؟ ليس فقط تحبب، لأن الربوبية قريبة وملاحظة من قبل الإنسان. من هو الرب؟ الذي يربي ويعتني ويرزق ويخدم، يعني كما حال الإنسان مع أبيه وأمه. ذلك لو سألتنا أو سألتم أنفسكم سؤالا، لماذا الله يذكر الوالدين بعد أن يذكر اسمه في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ما وجه الشبه بين الله والوالدين؟ سبب الإيجاد، أو الأبوين ليس فقط أوجدوك وربوك، فأنا أخجل أن أقول لوالدي لا، لأنه والدي، رباني وكبرني وسهر علي، وكذلك والدتي سهرت الليالي، سهرت السنين، تعب، فعلى طول نقول حاضر، حطوا تحت كلمة حاضر خطين، أنا بسميها السحر، كلمة السحر، كلمة حاضر. فقولوا لزوجاتكم حاضر، وقلنا لأزواجكن حاضر، وأكثروا من قولها قدر ما استطعتن، لأنها تذيب الثلوج، حاضر. وبالتالي الله عز وجل يربط هنا، كما أنك لا تعصي الوالدين لأنهما سبب في إيجادك، فمن باب أولى ألا تعصي الله الذي هو سبب في إيجادك وفي إيجاد والديك. الإنسان يخجل أن يقول لوالده لا،
فلماذا لا تخجل أن تقول لله لا؟ هذا وجه الربط. إذن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ما تعريف الخلق؟ قالوا هو الإيجاد من العدم إخراجا لشيء لا يد للبشر فيه، لا صنعة للبشر فيه. هذا هو الخلق المقصود بهذه الآية، الإيجاد من العدم لشيء لا علاقة لصنعة البشر فيه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يكون الأجنة في الأرحام. ماذا يفعل الإنسان؟ هي العلاقة بين الزوج وزوجته دقائق، ثم أنت تنشغل بحياتك، لكن هناك تكوين للأجنة ومراحل خلق النطفة والعلقة والمضغة، وبعد المضغة تبدأ حركة الزايغوت، وبعدين بيصير الحمل. أنا لا أنتبه كإنسان، هذه عناية ربانية. هل الإنسان يخلق؟ نعم، ولكن هل يخلق من عدم؟ إذن نحن نخلق بالمعنى اللغوي، أوجد شيء، لكن هل أوجد شيء من عدم؟ الجواب لا. الله عز وجل يخلق من العدم ويجعل بعد الخلق جعلا آخر. لذلك ما هو الجعل؟ إعطاء الخلق وظيفة، يخلق ثم يعطى وظيفة، سمي هذا الجعل. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. إذن هذا الجعل. فالله عز وجل يذكر هنا بقضية مهمة، اعبدوا الذي خلقكم، أوجدكم من العدم. هل نحن نوجد أنفسنا؟ قد يأتي واحد يقول أنا يا أخي خلفت ابني، أنا اللي خلفته. أنت سبب، لكن لست أنت المسبب، أنت فقط سبب، وهذا السبب هو قانون إلهي وضعه الله عز وجل في هذه الدنيا. نعطي مثال، هل يستطيع الله أن يخلق الشبع في بطني دون أن آكل؟ هذا السؤال، لكنه وضع قانون أننا لابد أن آكل لأشعر بالشبع. فمن قال أنا لا أريد أن آكل سأجلس في بيتي والله يرزقني، يكون قد أساء الأدب مع الله. لماذا؟ لأن الله وضع قانون وطلب منك أن تسير وفق هذا القانون. الهداية ليست عليك أنت، الهداية على من؟ أنت عليك ماذا؟ الخطوة الأولى. وأنت لا تعلم متى يتجلى الله على عبده فيقلبه من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، لا تعلم. لذلك هذا بشر الحافي لم يكن حافيا، كان بشرا، كان أميرا على البصرة، وكان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، وكان يدير شؤون المدينة، لكن في حياته الذاتية، في حياته الخاصة، كان رجلا فاسقا. في يوم من الأيام يطرق بابه طارق فتفتح له الخادمة، ما شأنك؟ يقول الطارق كنت مارا هنا فأحببت أن أعرف أصاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فالجارية ظنته يعني مجنونا، هذا بيت الأمير، ألا ترى قصر الإمارة؟ تسأل هذا السؤال، فطردته. فبشر كان في الداخل فسألها من الطارق؟ قالت رجل أبله يسأل إن كان صاحب الدار حرا أم عبدا. قال ما قلت؟ فخرج وراءه، لما خرج وراءه نسي أن يلبس في رجليه حذاءه، خرج حافيا يركض وراءه في الطرقات حتى وصل إليه، فقال أنت الذي طرقت بابي. فذلك الرجل خاف، والله لم أكن أعلم أنك من. قال لا عليك لا عليك، لا تراعي ما قلت، أعد علي ما قلت. قال والله قلت وأعتذر منك، أصاحب الدار حر أم عبد؟ قال أشهدك الله أنني من اليوم عبد، أنني من اليوم عبد.
واشتهر بشر هذا ببشر الحافي من الزهاد العباد الأتقياء. لذلك ما تقول والله هذا لا يمكن أن يهديه الله، أتتأله على الله؟ أعدم أنت الوسيلة وتقول هذا لا يهديه الله. لا، لابد أن ندعو، ولابد أن نبقى ندعو، ولابد أن نبقى نعلم، ولابد أن نبقى نذكر، والهادي هو الله سبحانه وتعالى. نحن مسؤولون عن العمل، لن تسأل عن النتائج. أما سيسأل كل واحد منا عن العمل، هل دعوت؟ هل عملت؟ هل بلغت؟ أم اكتفيت بنفسك وقلت مالي وللناس؟ إذن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا لعل حرف يدل على إخبار عن شيء سيقع في المستقبل، أليس كذلك؟ هذا باب الترجي. لكن ليس معناه ثبات وقوع المترجى به عندما يكون الكلام عن لعل التي تفيد على الغالب، يعني غالب الظن أن يحدث. نعطيكم مثال: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. هل تذكروا آل فرعون؟ إذن لعل هنا جاءت في معرض يعني المتوقع أن يحدث بناء على المقدمات، ولكن قد لا يحدث. الأصل الإنسان عندما يذكر أن يتذكر، لكن هل بالضرورة كل من يذكر يتذكر؟ لا. زر فلانا لعلك تقدم له النصيحة، ماذا تفيد لعل هنا؟ غالب الظن عندما تزوره يسمع منك فتتم النصيحة، هل بالضرورة أن يستفيد من هذه النصيحة؟ وهكذا. طيب، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الذي جعل لكم، هذه الجملة معطوفة على أي جملة؟ إذن اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ثم هنا والذي جعل لكم، فالكلام متصل، الكلام متصل. إذن الذي جعل لكم جملة معطوفة على الجملة التي سبق أن ذكرناها، وهي الذي خلقكم. إذن ليس فقط خلق، وإنما بعد الخلق ماذا فعل؟ جعل. فسرنا إحنا في البداية ما الفرق بين الخلق والجعل، وكلاهما فيها منة وتفضل من الله سبحانه وتعالى على المخلوقات. ودائما عندما تقرأ قول الله لكم 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 لكم، توقف عند كلمة لكم. لنا؟ لنا؟ نعم لكم. إذن أنت مهم. عندما الله جل وعلا الخالق الغني عنا وعن عبادتنا يأتي ويقول أنا فعلت وجعلت وخلقت لكم، رتب عليه أن أردها إليه شكرا وتواضعا وعبادة وإخلاصا لي. نحن في الدنيا، نحن في الدنيا عندما يدعوك شخص إلى بيته على العشاء، تدخل فتجد أنه يعني حضر لك المائدة، أطايب الطعام، وهناك الشراب، والبيت مزين، والرائحة طيبة، وتقول لمن كل هذا؟ فماذا يقول لك؟ لك. كيف أثر هذا على نفسك؟ أجيبوني. جزاك الله ما شاء الله، أنت ترى أنك مكرم ومعزز ولك قيمة في قلبه. لكن لو فعل العكس، أساء الاستقبال وأساء الضيافة، ماذا تشعر؟ أن هذا امتهان لي. لذلك ما أسوأ موقف مر به النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وكان يذكره؟ من تعرف؟ الطائف. نعم، أسوأ استقبال بشري لأعظم شخص في الكون
كان من أهل الطائف، لذلك مباشرة بعد رحلة الطائف أخذه الله سبحانه وتعالى إلى بيت المقدس، وكان كل الحاضرين في استقباله أنبياء ورسل. أبدله الله بدل ذلك الاستقبال السيء باجتماع بمؤتمر كل من حضره نبي مرسل. إن رفضتك الأرض السماء، ثم عرج به إلى السماء. إذن هذا ميزان لا يتغير ولا يتبدل. إذن الذي جعل لكم صفة معطوفة على خلقكم، يعني سخر لدعوتنا أن نعبده، ليس فقط خلق، خلق ورزق، خلق وجعل، جعل لمن؟ جعل لنا. الذي جعل لكم الأرض، أي أرض؟ الأرض التي نعرفها، الكرة الأرضية. ماذا وصفها الله سبحانه وتعالى؟ فراشا. ما هو الفراش؟ أولا هو مكان صالح للاستقرار عليه، أليس كذلك؟ وكذلك الأرض مكان صالح للاستقرار عليها كالفراش. ثم ليس فقط أنها صالحة كفراش، الجو المحيط بهذه الأرض أوجد الله سبحانه وتعالى الهواء الضروري للحياة. لذلك عطف الكلام والسماء بناء، والسماء بناء الذي جعل لكم الأرض فراشا، لازم الكلام وجعل السماء بناء. لماذا حذفت جعل الثانية؟ لدلالة الأولى عليها. والعرب لا تحشو الكلام، نعم المولى ونعم النصير. ما أصل العبارة؟ نعم المولى الله ونعم النصير الله. العرب إذا دل السياق على كلام لا يذكره إيجازا. إذن وجه الشبه بالفراش أن التمكن والاستقرار والاضجاع على الفراش هو من أخص أحوال الاستقرار. الواحد هو مضطرب، كيف بيكون في بيته جالس وهو مضطرب مش مستقر؟ هل بيضجع وبينام ولا بضل دائما رايح جاي رايح جاي؟ شو بنسميه احنا؟ بحوس في البيت. شو يعني بحوس؟ واحدة بتقول أنا حست البصلات. إيش يعني حست البصلات؟ ما هو الحوس والجوس؟ في حوس وفي جوس، ذكرها ربنا في سورة الإسراء فجاسوا خلال الديار، وذكرها أيضا في سورة يوسف يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف. وفرق بين التجسس والتحسس. التحسس الأمر ليس مخفيا في أرضه، التحسس يعني وجود يوسف في مصر كان مخفي؟ لا، لكن كان في أرضه هو يعقوب، ما كان يعرف. يعني مجرد أن تذهب إلى مصر ستتحسس الأخبار، تعرفها، ليست مخفية. أما التجسس البحث عن معلومات أصلا مخفية ليست معلنة، هذا من الفروق بين التجسس والتحسس. الآية كانت فيها دقة، تحسسوا من يوسف وأخيه. التحسس لابد أن تذهب بنفسك، اذهبوا فتحسسوا. التجسس ليس بالضرورة أن أذهب، قد أوكل من ينقل لي معلومات، وهذا ما يسمى الآن بالسفراء. ما هو السفير؟ هو جاسوس، لكن جاسوس مرخص، يعني اتفاق بين الدول، أنا أضع عندك جاسوس وأنت تضع عندي جاسوس ينقل أخبار إلى البلد الأم باتفاق. وهذه وظيفة السفير حقيقة، ليس فقط خدمة الجالية وإنما جاسوس مرخص. السماء بناء، اللي حضر معنا تفسير سورة النازعات في نادي الكتاب تكلمنا في هذا، لكن نعيد لأن المقام هنا مقام مختلف. هل السماء مبنية؟ نعم، ربنا ذكر والسماء بنيناها، إذن بناء. هل نراه؟ لماذا؟ لأننا صغار جدا والسماء كبيرة جدا لا نرى هذا البناء، وهذا في الفيزياء واضح. نعطي مثال، في طريقك إلى العمرة
وأنت تسوق السيارة. عندما تشرف على بعد 20 ميل أو 20 كيلومتر من المدينة ترى ضوء. أول ما ترى ترى ضوء. كلما اقتربت أكثر صارت الضوء يصبح أضوية. كلما اقتربت أكثر تصبح ترى البنايات. كلما اقتربت أكثر تصبح ترى الشجر، الإعلانات. اقترب أكثر ترى الأشخاص والتفاصيل. إذن كلما اقتربت من أي جرم ترى تفاصيل البناء فيه والتفاصيل الدقيقة، لكن كلما ابتعدت لا ترى التفاصيل. النجوم التي في السماء، الضوء الواحد الذي نراه ضوءا واحدا، هو في الحقيقة لو وضعنا التلسكوب قد يكون مئات النجوم، مئات النجوم قريبة من بعضها، لكن بسبب البعد بيننا وبين هذه النجوم نراها أنها ضوء واحد. لكن لو قربت وقربت وقربت قد تجد أن هذا الضوء عبارة عن مئات من النجوم متقاربة، وهجها أو ضوءها اتحد في ناظر الإنسان. إذن بعد المسافة. أما هل نثق بكلام الله؟ طبعا السماء مبنية. في اللغة العربية بنقول بنى فلان بفلانة. ماذا نقصد بنى بفلانة؟ تزوجها. والزواج، والزواج عبارة عن بناء، يؤسس بناء جديد لأسرة من أجل أن تحمى. هذا الزواج هو بناء. فبنى بها بمعنى صار لها بيتا معه تحمى به من خلال وجودها مع هذا الزواج. وكذلك السماء هي عبارة عن بناء فوقنا يحمينا. لذلك نذهب الآن إلى تعريف السماء. السماء يعرف بطريقين، إما أنه السماء اللي بسموها الهوائية، يعني الهواء الذي فوقنا وما يسمى بالفيزياء بالغلاف الجوي. هذا الغلاف الجوي كأنه سقف بيتنا نحن أهل الأرض. هذا السقف يوفر لنا الحماية من ماذا؟ من الأشعة التي تأتي من الشمس الضارة للإنسان. فكأن هذا الفراش موجود داخل قبة، هذه القبة، القبة الهوائية التي تحمي الكائن لهذا الفراش في هذه الكرة. هذا وجه الشبه. والسماء بناء، يعني جعل الأرض فراش وجعل السماء بناء، كأنك في بيت فيه فراش وفيه سقف. القبة الزرقاء هذه التي نراها هي الفضاء المؤدي إلى السماء. أما أين السماء؟ السماء المخلوق physically، يعني الاكشوال سكاي، لا نعلم، نحن لا نراها وهي بعيدة جدا. وحسب ما نعتقد أن كل الأكوان، يعني التي المرئية، العالم المرئي لنا كله في السماء الدنيا، المجموعة الشمسية والمجرة التي نحن فيها والمجرات التي من حولنا، هذه في السماء الدنيا. لكن هناك 7 سماوات. لذلك أريدكم أن تفرقوا بين كلمة السماء مفردة وكلمة السماوات في القرآن. كلما جاءت السماء مفردة فغالبا الحديث يكون عن القبة الهوائية التي فوقنا. إذا جاءت السماوات والأرض يتكلم عن السماوات 7 المخلوقة المنفصلة عن أثير الكرة الأرضية. لذلك عندما يقول الله عز وجل يتكلم عن الأمطار يقول من السماء، أي سماء؟ لا يقول من السماوات، يقول السماء. إذن هذا الهواء الذي فوقنا، هذه القبة الهوائية تطلق عليها سماء. وفي اللغة كل ما علاك فهو سماء. فسماء هذه القاعة سقفها، سماء هذه القاعة سقفها. وأيضا نقول نحن عالي يسمى سماء شيك. وربنا ذكر في القرآن في جو السماء. ما المقصود بجو السماء؟ هل هي سماء؟ لا، جو السماء أي الكتلة الهوائية التي هي فوقنا ومعنا ونحن نعيش فيها، نحن نعيش في هذه، في هذا الهواء، في الهواء. نعم. الآن السؤال قد يعترض معترض، هل العرب كانت تعرف في ذلك المقام عندما نزلت آيات سورة البقرة عن الغلاف الجوي وعن السماوات والأثير والأتموسفير وهذه الطبقات؟ ما كانت تعرف. فهذه الآية ليست آية إعجاز لهم، وإنما آية تمنن منه. الله يمن عليك أن أنزل إليك
من هذه السماء الماء. وذكر الماء لماذا يذكر الماء دون غيره؟ لأنه من أوجه علامات الرعاية الإلهية لحياة الإنسان على هذه الأرض. لو أن الأرض بلا ماء كيف سيكون حال الإنسان؟ لا حياة، لا حياة. إذن الذي جعل لكم الأرض، لكم أعتنس لكم، هاي لكم، هذه آية تهز الجبال. لي؟ لك. أنت لست قليلا، أنت لست قليلا، أنت لك قيمة عند الله سبحانه وتعالى. ليس فقط أنزل لك، أنزل لك كلامه. جاء جبريل بالقرآن وهو كلام الله من أجلك أنت يا إنسان، فأنت كريم، أنت عزيز، أنت ذو مكانة، فلا تقلل من قيمتك بفعلك القبيح. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وضحت هذه في الصورة إن شاء الله. وأنزل من السماء، جهة السماء قلناها، المطر لا يأتي من السماء المكونة وإنما من جهة السماء، وإلا المطر يأتي من السحاب، لكن أين السحاب؟ في جهة السماء. هذا يسمى مجاز، ذكر الجهة وقصد الحال في الجهة. عندما نقول واسأل القرية التي كنا فيها، هل القرية تسأل أم الساكنين في القرية؟ ذكر المكان وقصد الحال في المكان، الحال في المكان، وهكذا. والعربية مليئة بالبلاغة. جعل لكم الأرض فراشا والسماء، ما المد في السماء؟ المد الواجب، والمد الواجب كم يمد؟ خمسة، خمسة وستة إذا وقفنا عليه. طب ما فائدة المد في البلاغة؟ والسماء تفيد ماذا؟ هذا بيسموه إيش؟ اللغة الصوت، لغة الصوت. أنت من الصوت تستشعر المعنى. أعطيك مثال، كيف حالك يا سيدي؟ قل له تعبان. ليش مدها السيد؟ وليش مدها؟ من كثرة التعب، من كثرة التعب. وإحنا على فكرة بنستخدم هذا الكلام حتى في المسجات. بدك تسلم على واحد وأنت مش كثير مشتاق له، تقول له سلام، بتحط ألف واحدة. إذا مشتاق كثير شو بتقول؟ كم ألف تضع له في الرسالة؟ مش بتستخدموه هذا الكلام؟ واو، بتحط لك عشرة ألف بعد الواو وقبل الواو، كناية عن ماذا؟ هي لغة تخاطب، هي لغة اشتياق وتخاطب واستهجان واستغراب وما إلى ذلك. أيضا المدود ليست فقط صوتا وإنما معنا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. وصلت المعاني؟ حدائق كناية عن ماذا؟ السعة، السعة، السعة. لذلك الفذ يقف على هذه الكلمات التي فيها مدود بطريقة توحي للسامع أنه وقف هون، استشهد واستحضر المعنى. في التلاوة عندما تكون إمام أو تكون مدرس أو في البيت، الوقفات ترعد. لذلك الفضحافي وقف على كلمة عبد، مسمعها ألف مرة، لكن في ذلك المقام صار الكليك زي ما يقول مثل بينه وبين قلبه، فأفاق من غفلته. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. المد في بناء ماذا يفيد؟ العظم، بناء. والسماء كم مرة ذكر القرآن أنها ماذا؟ عظيمة، كبير، ومعد لوظيفة، ومعد لوظيفة. الله لا يخلق شيئا عبثا، وإنما كل شيء مخلوق في الكون له وظيفة، قد أدركها وقد لا أدركها. أدركتها ازداد علمي، لم أدركها لا يجوز أن ينقص إيماني. ولو لم يكن إلا أنه يمتحني بها لكفى، يمتحني أن لا أكل الخنزير. وقد يسأل سائل، لماذا خلق الله الخنزير ثم حرمه؟ ليختبرك. أليس هذا سبب كاف ليخلقه؟ يختبر الناس، أليس هو إله الناس ورب الناس ومن حقه أن يختبر ويمتحن؟
بلى. إذن لو كان فقط هذا لكفى. انزل من السماء. إذن من الذي ينزل المطر؟ من؟ هو سبحانه وتعالى. وإنزال المطر له قانون، كمية الماء في الحياة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، ولكنها تتوزع من مكان إلى مكان بحسب تقدير الله سبحانه وتعالى. لذلك مرات تمطر في مدينة ولا تمطر في مدينة، وقد يكون الماء الذي أمطر في مدينة بعيدة تبخر من مدينتك أنت وسقى الله به ماذا؟ مدينة أخرى. يعني سبحان الله، من القضايا التي تستغربها، ثلث أمطار العالم تسقط أين؟ فوق المحيطات. ثلث أمطار العالم تسقط فوق المحيطات. قد يسأل الإنسان نفسه، لماذا المحيط فيه ماء فلماذا تمطر عليه؟ هناك ميزان في الكون أنت لا تعلمه. وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب لماذا يذكر الماء؟ ليزداد في المنة على المخلوق، أني هيأت لك كل أسباب الحياة، فراش، بيت يحميك، البناء، وأنزلت لك الماء الذي به تكون الحياة. فماذا أتوقع منك يا إنسان؟ ماذا أتوقع منك؟ أن تعبد. يستحق العبادة؟ والله يستحق. هذا يطعمك ويسقيك ويؤويك ويهيئ لك الهواء والماء. يعني ذكر الهواء وذكر الماء، أهم عنصرين للحياة الهواء والماء. تخيلوا لو أن الهواء ليس بيدنا، يعني ليس هناك هواء، ما في حياة، ما في ماء، ليس هناك حياة. فالذي ينكر وجود الخالق يجبنا على هذا السؤال، هل تستطيع أن تنشئ من ناحية كيميائية جزيء ماء للبشرية اليوم؟ للآن هل أنتجت جزيء ماء؟ عندنا الهيدروجين وعندنا الأكسجين، هل يمكن لنا أن نصنع الماء صناعة؟ للآن البشرية عاجزة. لماذا؟ لأنه في الكيمياء، من درس الكيمياء، لتكوين جزيء الـ H2O في لينك بين الهيدروجين والأكسجين، يحتاج هذا الجزيء حتى يتكون. نحن لا نعرف مقادير حتى يتكون جزيء الماء، لذلك الماء لا يصنع. فالذي أمدنا بالماء هو الذي يستحق أن يعبد. أما أن نعبد الأصنام، نعبد البقر والحيوانات، هذا من التيه والغفلة. نتابع. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. لكم أخرج، إذن هو أنزل وأخرج، حصر كل الأمر بيده سبحانه وتعالى. هو الذي ينزل الماء، وماذا يخرج؟ بالماء الثمرات. أنت دورك فقط أن تزرع الحبة تحت التراب، قد تسقيها وقد لا تسقيها، لكن ماذا يحدث بعد ذلك؟ هل هو بيدي أنا؟ كم من زارع يزرع ولا يزرع؟ كله بأمر الله سبحانه وتعالى. لكن نحن لابد أن نتأدب مع الله ونقوم بالزراعة، ونقول يا رب الذي علي قمت به. الذي ينتج الزرع هو الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هو الزارع الحقيقي من؟ سبحانه وتعالى. أما أنا فقط شكل خارجي، شكل خارجي. إذن هذه الآية فيها تمنن من الله سبحانه وتعالى أنه أوجد وحفظ هذا الإيجاد من خلال الفراش، الأرض التي مهدها، والسماء الذي بناها، والماء الذي أنزله، فأخرج به من الثمرات. من الثمرات، إيش معنى الثمرة؟ الثمرة التي تعرفها أو يعرفها العربي الثمرات، وكل ما ينتج من الماء عن طريق الزراعة في الأرض يسمى ثمر، يسمى ثمر بالمعنى اللغوي. حتى نقول نحن ثمار المشروع، نستخدم المعنى أيضا، ليس المادي، المعنى المعنوي. أثمرت الشركة عن كذا وكذا، وأثمر المشروع، وأثمرت تربيتي في أولادي شيك. وإذا كان ابنك ما أثمر في شو، بتقول له يا خسارة
تعبي فيك ما أثمر، تعبي ما أثمر. إذن العرب تعرف هذا، تعرف هذه الكلمة. إذن أخرج الله بالماء من الثمرات. والثمرات جمع أم مفرد؟ جمع ماذا؟ جمع ماذا؟ ثمرة، ثمرات، جمع مؤنث سالم. طب وثمار؟ تكسير، جمع تكسير. لماذا جاء بالثمرات وليس بالثمار؟ من الثمرات. ثمر أم ثمرات؟ ثمر أكثر، ثمر أكثر. نقول شجرات أم شجر؟ الشجر أكثر. لكن لماذا الله يقول من الثمرات؟ أيوة، لأنه هنا يريد أن يتحدث عن القضايا المشاهدة حسيا في كل بيئة. ففي قضايا سبحان الله تتجدد وتتغير وتتبدل، وفي قضايا موسمية وقضايا إقليمية، يعني يثمر في بلد ولا يثمر في بلد آخر، يصلح هنا ولا يصلح هنا. إذن الماء فيه امتنان لحفظ الحياة. فأخرج به من الثمرات رزقا، رزقا. ما تعريف الرزق؟ كل ما يقيم حياة الإنسان، هذا رزق. المال هو أظهر الوجوه، لكن ليس كل الرزق مال، أليس كذلك؟ كل ما يقيم حياة الإنسان رزق، وأظهر الرزق الطعام والشراب. يعني لماذا الإنسان يسعى في هذه الدنيا؟ ليأكل وليشرب وليعيل العيال. من هو العائل الذي يعتمد على غيره في طعامه وشرابه؟ وأنزل من السماء ماء فأخرج. الفاء ماذا تفيد؟ التعقيب. إذن بعد أن ينزل الماء يخرج الخير. ودائما الفلاحين زمان كانوا يستنوا إيش؟ المطر، يفرحوا عند نزول المطر. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أول الموسم، كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الموسم، من تعرف؟ كان يخرج تحت المطر يبل نفسه بمطر أول الموسم، كناية عن إظهار الفرح برحمة الله سبحانه وتعالى، ويقول هذا حديث عهد بربه. الماء يعني حديث عهد بتكوين ربه إليه، فكأنه كناية عن الحياة، حياة. ويفرحون ويعني يظهرون المنة لله سبحانه وتعالى. ونحن الأصل أن نفعل يعني هذا بالمعنى الإجمالي. تجعلوا، لا تجعل، هذا نهي. والنهي يفيد ماذا؟ ماذا يفيد النهي؟ التحريم. فلا تجعلوا لله أندادا. عيب بعد ما قلت لكم كل هذا الكلام، أنا أنزل وأنا أخلق لكم ليس لي، ثم تجعلوا معي ند، ويا ليته كان ندا، أندادا. ما هو الند؟ المثيل. وهل هناك ند لله؟ يا حسرة على العباد، يا حسرة. ذلك في سورة الأنعام، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. إيش يعدلون هنا؟ يساوون بربهم أشياء أخرى. البقرة تعدل الله، الفأر يعدل الله، هبل يعدل الله، اللات تعدل الله. ما لكم؟ أين العقول؟ أين القلوب؟ أين الألباب؟ ذلك الذي كان منصفا من العرب رفع الراية وقال أسلمت، لكن الذين لم يسلموا الكبر كان هو الذي منعهم، وإلا يعني جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. واليوم كما قلنا في محاضرات سابقة، معظم الكفر تكبر. فلا تجعلوا لله أندادا. إذن هذا الند. والعرب تستخدم الند، مش هيك؟ منادة، ندا. أنتم تعلمون، هذا لا يخبأ على هاي الحقيقة، إنه ليس مع الله ند. حقيقة معلومة، حقيقة معلومة. لا تقول لي ما لا أعلم،
أثبتنا لك هذا من الآيات السابقة، خلق ورزق وهيأ الحياة لك وأنت تشاهد هذه النعم وتعيشها، ثم تقول لي لا، هذا اختيارك أنت. ليس هناك عذر لكل من يغفل عن هذه الحقيقة، لا عذر بالجهل في هذه القضايا. عمت البلوى، واليوم يعني الفيزياء والكيمياء تؤيد وجود الخلق لله سبحانه وتعالى، وكذلك الرياضيات. إن كنتم في ريب، وإن أيوة إن وإذا كلاهما شرطية للمستقبل، شرط متعلق بالمستقبل، لكن المبدوء بإن أولا غير متوقع الحدوث وغير مرغوب بالحدوث به، والأصل أن يكون قليلا أو أن لا يحدث. المبدوء بإن، مثال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، هل يقبل بين المؤمنين أن الفاسق يأتي بالأنباء لنا ونبني على هذه الأنباء أحكاما؟ هل يقبل هذا؟ أجيبوني، لا يقبل. لذلك جاء بي إن. لكن في يوم الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، الله يجزيك الخير، وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإن قضيت الصلاة ولا فإذا قضيت الصلاة؟ فإذا، لا قضيت. لماذا قال فإذا قضيت؟ لأنها ستقضى، ستقضى، لا نقاش في أنها ستقضى. قد يسألني سائل: يا إمام، لماذا نقول إن شاء الله ولا نقول إذا شاء الله؟ لماذا؟ لأننا لا نعلم يقينا إن كان يشاء أو لا يشاء. لذلك: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا آية، إن يشاء الله آية أخرى، بمعنى إذا حدث اعلم أن الله شاء، وإذا لم يحدث اعلم أن الله لم يشاء. والآية لا تقرأ معا، مفصولة تبقى مفصولة. نحن نقول دائما: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، هكذا الآية هي؟ لا، هما آيتان منفصلتان. في أي سورة؟ سورة الكهف. إذن نفهم معنى هذه الآية فهما دقيقا، أي أنه لن يحدث شيء لأنك فقط أردته، بل سيحدث إذا شاء الله له أن يحدث. فالمشيئة منه سبحانه لا منك، أنت تريد، ولكن الله عز وجل الذي يوافق أو لا يوافق، لأنه هو الذي يملك الكون، هو الذي يدير الكون، هو الذي، نعطي مثال أوضح: النار تحرق، أليس كذلك؟ هل النار أن الله أودع فيها هذه الخاصية وتركها، وأنها الآن تعمل بهذا السوفتوير الذي خلق فيها، أم أن الله في كل عملية حرق هو الذي يأذن أن تحرق هذه النار، من وضع فيها أو ما وضع فيها؟ الثانية: قائلين بأن النار تحرق بأنها فيها خاصية الإحراق، هؤلاء الذين قالوا أن الله خلق الخلق وضع فيه البرمجة ثم الآن لا علاقة له بالكون، وهذا الكلام مرفوض وخطير. لا، الله ماذا يقول في القرآن؟ كل يوم هو في شأن، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا يشاءون إلا أن يشاء الله. وأعطيكم واجب، ابحثوا عن هذه الكلمة شاء، يشاء. إذا تعلم أن الكون يدار كل جزء من الثانية بأمر من؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. فخاصية الإحراق كيف نفسرها؟ جعل الله النار أداة تحمل جنديا من جنود الله اسمه الإحراق. أما النار بذاتها لولا أمر الله لها
ما حرقت شيء. والدليل والدليل إبراهيم هو أوقف فيها الفعل، ولكن هذا قد لا ينتبه له الناس أحيانا في طريق التوصيل المعنى، بمعنى أن الأسباب وإن كانت أظهر لنا لا يجوز أن نغفل عن المسبب الحقيقي لكل ما يقع في الكون، وهو الله سبحانه وتعالى. الله هو الفاعل المطلق في الكون، ليس لنا أي فعل دون فعله هو سبحانه وتعالى. نعطي مثال النبات. النبات لابد أنا أن أزرع وأحرث الأرض وأسمد الأرض ثم أنتظر المطر لينبت الثمر، ليس كذلك؟ أنا أؤمن أن الذي ينبت الثمر ليس الحرث وليس السماد وليس تقريب الأرض وليس الماء الذي أنا وضعته. من الذي أنبت النبت؟ الله سبحانه وتعالى. طب لماذا أنا أقوم بالحرث وتقليب الأرض ووضع السماد؟ لأن الله أوجد هذا القانون في الكون، فقال لن تثمر الثمر إلا إذا فعلت كذا وكذا، ولكن الذي يثمر لا تغفل أنه الله. فقد يحرث الإنسان ويسمد ويزرع ولا ينتج الثمر، قد يأكل الإنسان ولا يشبع. لماذا؟ لأن الله لم يشأ. هذا معنى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالمشيئة موجودة دائما بأمره سبحانه وتعالى. أنا مطلوب مني العمل وليس مطلوب مني النتائج، النتائج بيد الله سبحانه وتعالى. والدليل أنا بربي زيد وعمر كلاهما أبنائي، أعطيهم نفس الطعام ونفس الشراب ونفس العناية ونفس الوقت ونفس لكن هذا يخرج شرقا وهذا يخرج غربا، هذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى. وإن كنتم في ريب، وإن كنتم، الأصل أن لا يكون الريب، لكن لأن الله واقعي أراد أن يستدرج هؤلاء من الناحية العقلية. ما هو الريب؟ في قلق. الريب في قلق. قل أنا أرابني أبو محمد. إيش يعني أرابني؟ أقلقني، اضطربت. لكل إنسان في ريب، عندكم قلق، عندكم اضطراب، مش مرتاحين، متشككين أن هذا القرآن من عند الله. ممتاز. اللي بدنا نتعلم من هذه الآية إخواني أخواتي، في المناظرات العقلية إياك أن تستخدم العضلات. قريش لما عجزت عن محاججة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت؟ استخدمت العضلات، حاصرتهم، بدأت تعذب في الصحابة. هل هذا دليل ضعف أم دليل قوة؟ دليل ضعف. الزوج لما يكون بتناظر مع زوجته وروح ولا هو ضاربها، هل هذه قوة؟ أنت استخدمت العضلات. هذا أضعف ما يكون الإنسان عندما يقابل العقل بالعضلات، هذا ضعف وليس قوة. لذلك هذا دليل أنه فلس ما عنده شيء. فربنا بعلمنا منهج، عندكم مشكلة ماشي، وإن كنتم في ريب، في ريب، في ريب، ولم يقل على ريب، لأن من شأن الريب أن يحصر فكرك فكأنك مخنوق في هذا الريب، surrounded، محاصر. ذلك كل ما مطلوب منك أن تخرج من هذا الحصار الذي وضعت نفسك فيه فترى الضوء وترى النور وترى الهداية. دائما الإنسان بيكون مضطرب وعنده مشاكل، شو بنقول له إحنا؟ شو بنقول له؟ غير جو، اطلع، سافر، سافر. الذي يعيش في اضطراب هو حقيقة يظن أنه في اضطراب وقلق، لأنه حاصر نفسه في بوتقة، حاصر نفسه في مربع، حاصر نفسه في تلك المشكلة. حاول أن تخرج، انظر إلى الموضوع من مسافة أبعد، يتغير، تتغير الصورة ويتغير الألوان وتتغير وجهة النظر. دائما يا إخوة يا أخوات، جددوا وغيروا من مواقف النظر للمشاكل. زاوية النظر تعطيك ما لا تعطي زاوية أخرى. لذلك في حياة أحيانا المشكلة أنه ليست هناك مشكلة، أحيانا في مشاكل بتجينا على المكتب بين أزواج، يعني ما المشكلة؟ المشكلة أنه ليس هناك مشكلة.
لكن سوء تفاهم، مضطربين، نقول له خذها واطلع مشوار، غيروا جو. تغيير مطلوب، تغيير مطلوب، غير الأسلوب، غير الطريقة. حاول أن تبتسم وأنت تتكلم، حاول أن تجلس وأنت تتكلم، حاول أن تهدأ، اكتب ما تقول، النقاط المتفقين عليها أو المختلفين عليها حدد، لأن الحقيقة أحيانا هي موجودة لكن كل يدعي أنه صاحب الحقيقة والحقيقة بعيدة عن الجميع، أحيانا هيك تكون. وبالتالي ربنا بيمشي معنا بيقول عندكم مشكلة، ما في مشكلة، وإن كنتم في ريب، الأصل ألا تكونوا، لكن إن كنتم للتقليل مما نزلنا على عبدنا، مما نزلنا أنها يتعود على من؟ على المتكلم. وهل المتكلم جمع أم مفرد؟ لماذا جاء بناء الدالة على الجمع؟ للتعظيم. إذن ضعوا هذا القانون في التفسير، كلما كان الله يتحدث عن نفسه كمعطي يأتي بناء الدالة على جمع الفخامة، وكلما تحدث الله عن نفسه كإله يعبد يأتي بضمير المتكلم المفرد. مثلا إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إني أنا الله، كم واحد؟ إني أنا، لم يقل إنا الله، إني أنا. لكن لما يتكلم عن العطاء إنا نحن نزلنا، نحن صيغة ماذا؟ جمع التفخيم. لذلك في الترجمات لما تترجم هذه الآيات للغات الأخرى بعض التراجم تخطئ، فلا تشير أن هذا الجمع أو يسموه الرويال وي أو بروف اوف ريسبكت، فبتلاقي القارئ صار عنده انفصام، هو الإسلام عندهم إله واحد ولا آلهة؟ إذا ترجمتها وي شو بتكون؟ جماعة، والإسلام إله واحد. إذن لابد أن نوضح في التفسير عندما نترجم للغات الأخرى ما المقصود بإنا. إذن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إذن التنزيل كان على العبد، أن تكون عبدا لله هذه صفة رفعة، لأنك إن لم تكن عبدا لله كنت عبدا لغيره، وعبد الغير خيره ذاهب لسيده، أما عبد الله خير الله ذاهب له. أنت إن أردت أن تخاطب سيدك الذي تعبده من الناس أو من الدنيا، هو يحدد لك الوقت، إن قبل واليوم والمدة والموضوع، وقد يأخذ منك مالا على هذا اللقاء. لا، خطابك مع الله أنت تحدد اليوم والوقت والمدة، ولا تدفع شيء، الله موجود، تطلبه في أي وقت يفتح لك الباب. إذن العبودية لله شرف، وكل مخلوق في هذا الكون يعبد، إن لم يعبد الخالق عبد المخلوق. إذن ربنا عم بيقولهم إذا في قلق واضطراب مما نزلنا، يعني من القرآن، المقصود القرآن، في شك في القرآن، شاكين في القرآن، عندكم اضطراب وقلق من أمر القرآن، فأتوا بسورة من مثله. وهذا رد على من ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو من كتب القرآن، وهم يعلمون أن محمدا لم يده عليه وسلم دخل مدرسة ولا روضة في حياته. هل دخل روضة في حياته؟ أجيبوني، لو كان لعرفنا. إذن هو لم يكتب ولم يتعلم القراءة والكتابة، وأنتم تعلمون ذلك، فلماذا تتهمونه أنه ألف القرآن؟ على كل حال سأسلم لكم بهذا، أنتم أهل الفصاحة وأهل البلاغة وأهل اللغة، وهذه حروفكم وهذا لغة وهذهكم، لا أريد منكم قرآن مثل قرآن محمد، لا أريد منكم 10 سور، بل أريد منكم في سورة البقرة ماذا؟ سورة واحدة، فأتوا بسورة، لو أن تكون مثل سورة الكوثر، يعني 3 آيات. مسيلمة الكذاب زوج من؟ سجاح.
كلاهما ادعى النبوة، أراد أن يعارض القرآن فقال كلاما العرب لا تقوله. قال الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل. هو حتى الآن يعارض آية قرآنية، لكن لماذا ضحك عليه العرب؟ لأن أسلوب وما أدراك لا يقال عن الشيء المعلوم، والفيل معلوم عندهم، فعرفوا أنه ماذا؟ أنه تعبير ركيك لا قيمة له، فلم يأتي أحد بمثل القرآن. لماذا؟ أي السؤال، لماذا لم يستطع أحد أن يأتي بمثل القرآن؟ لماذا؟ يعني هل الإعجاز في الكلمة أم في الحرف أم في النظم القرآني؟ في النظم. الكلام أنا آتي بكلمات، الجنة، الملائكة، النار، آدم، إبراهيم، يونس، الكلمات سهلة موجودة في لغتنا، والحروف نتكلمها، لكن أن تنظم هذه الكلمات بأسلوب القرآن البليغ الفصيح المبين المعجز الأذن الجرس، ونعطي إثبات على ذلك. مين فينا بيحكي اسمه في اليوم؟ بيحكي اسمه في اليوم أكثر من مرتين ثلاث؟ اسمه عبد اللطيف. أنا كم مرة بحكي عبد اللطيف؟ يمكن في السنة بحكيش مرة عبد اللطيف، يعني لا أذكر اسمي في السنة مرة واحدة. طب مين بذكر اسم مرته في اليوم أكثر من مرة مرتين؟ الصبح صباح الخير كيفك، ولما يجي المغرب مساء الخير كيفك، يا فلانة، أو إذا عنده ضيوف بنادي زوجته باسمها. على فكرة في بعض الأزواج أجاني شكوى إنه قال يا إمام بنادونا يا حجة يا حجة، في ناس بنادي مرته يا مرة، أو بنادوها يا إيش كمان يا بنت، هذا عندكم في الشام يا بنت. هذا لا ينبغي ناديها باسمها، أليس لها اسم؟ أنا بنحكي للأزواج، نادي زوجتك بأحب الأسماء إليها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي عائشة بماذا؟ باسمها. عمره قالها يا حرمة؟ بالله يقولوا لأزواجكم، يعني هل عمره النبي قال لعائشة يا حرمة ولا يا مرة ولا يا حجة؟ لا، كان يقولها يا عائش، يدلعها يعني يا عائش يا عائشة، وكان مرات يقولها يا حميراء. إيش يعني يا حميراء؟ من شدة يعني وصف جميل. فبالتالي الإنسان هذه قدوتنا، يعني إحنا بس نقتدي بالرسول في القضايا اللي هو عليه وسلم يعني مريحة، والقضايا الأخرى لا. فاللي بناديها زوجها بغير اسمها، إذا أنت سكتت أنت حرة، بس نبه كما قلنا في الأسبوع الفائت كيف نوصل النصيحة. ماشي؟ عند أهلك تقولوا بناديني يا باسمي بطريقة جيدة. إذن وإنك تقرأ الفاتحة كم مرة في اليوم؟ ولا في أي مرة تشعر أنك مللت من قراءتها. يا الله، نصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ونقرأ الفاتحة ولا يأتينا هذا الشعور بالملل. كتب تباع في الجراسين لأنه بقول لك قرأته فعلا معه حق، قرأه بعدين خلاص. كم مرة يقرأ الكتاب؟ يعني أي كتاب في الدنيا كم مرة يقرأ؟ إذا كان كتاب رائع وجميل يمكن أقرأه مرتين ثلاث، بعدك يوضع على الرفوف. القرآن يتلى ويتلى ولا يمل ولا يتوقف عن قراءته. ألا يعتبر هذا دليل أن هذا الكلام ليس من صنع البشر؟ إذا اسمي أنا ما بقوله، فما بالك؟ فهذا أكبر دليل، في سر في هذا الكلام. إذن الإعجاز في النظم، فربنا عم بيقول لهم فأتوا بسورة ليس مثله من مثله، أقبل أي شيء قريب. لم يستطيعوا. ولا يغرنكم من يقول أن الشعر الجاهلي كان بمرتبة القرآن في البلاغة. لا لا لا، ليس هناك وجه مقارنة بين الشعر وبين القرآن. الشعر نعم بليغ وجميل ويوصل المعاني، لكنه صنع البشر، يعتريه الخلل ويعتريه النقد والنقض وما إلى ذلك. ثم القرآن
ليس فقط الإعجاز أنه يعني سور القرآن نزل في 23 سنة. أي مؤلف هذا الذي يؤلف كتاب في 23 سنة ولا يتناقض مع نفسه مرة؟ إحنا مش 23 سنة، إحنا بيومين بنغير آرائنا، إحنا بيومين بنغير آرائنا، نقول يا ريتني ما حكيت، يا ريتني ما ذكرت، بيصير معنا ولا بصيرش معنا هيك، يا ريتني ما قلت هذه الكلمة، أخ يا رب كيف حكيت هيك؟ لو استدبرت من أمري ما استقبلت، ما قلت، ما ذهبت، ما زرت. 23 سنة والقرآن ينزل وليس هناك تعارض واحد. وانظروا هذا الإعجاز في التناسق والتناسب والانسجام والجرس الموسيقي. أما الكتب الأخرى على طول تظهر أنه والله هذا المؤلف ليس مؤلفا واحدا، المؤلف ينسى ما كتب فيعارض نفسه وهكذا. فأتوا بسورة من مثله، شوف المناظرة العقلية، وادعوا شهداءكم، جيبوا اللي بدكم إياه. الواثق من نفسه لا يخاف، الواثق لا يضطرب. وادعوا شهداءكم، ما معنى الشهداء هنا؟ ما معنى الشهداء؟ هي جمع شهيد، شاهد، يعني لتكن بحضور من؟ الشهود، ليحكموا إن كان ما ستأتون به يضاهي ما جاء به محمد أو ما أنزلناه على محمد. خليها إيش يعني؟ حفلة، إيتوا بالشهود، إيتوا بالخبراء، إيتوا بأهل الاختصاص، تفضلوا. لذلك ربنا عم بيقول لهم في تبكيت في الآية التي بعدها، من دون الله طبعا إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. يا الله، هذا أسلوب ماذا؟ تيئيس. أسلوب ماذا؟ التيئيس. لا يجوز أن نستخدم هذا الأسلوب مع الزوجات والأزواج، تيئسها، بتقول لك مثلا فكرك ممكن أضعف، شو بتقول لها أنت؟ لا تحاولي، ما حينفع. لا لا، أسهم من أنهم يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن، لكن بنفس الوقت أعطاهم التحدي، إن كنتم في ريب جاهزين تفضلوا، جيبوا شهودكم وجيبوا اللي بدكم إياه والخبراء، فإن لم تفعلوا اليوم ولن تفعلوا في المستقبل تأبيدا، معناته ولم تؤمنوا، هذا محذوف لكن يقدره السياق، إن لم تفعلوا الآن ولن تفعلوا في المستقبل ولم تؤمنوا بعد ذلك. الأصل لماذا التحدي؟ ليظهر الحق، فإذا ظهر الحق ولم تتبع الحق احموا حالكم من النار، فاتقوا النار، يعني تستحقون ماذا؟ نار جهنم، أقيمت عليكم الحجة ولم تنصاعوا ولم تخضعوا، إذن كان كفركم تكبرا ولم يكن عن علم ولا عن دليل. فإن لم تفعلوا الآن ولن تفعلوا في المستقبل، الأصل أن تؤمنوا، فإن لم تؤمنوا فاتقوا النار، احموا حالكم من نار جهنم. إذن هذا الذي وصل إلى هذا المقام يستحق النار ولا لا؟ لأنه كفر عن علم، كفر عن دليل، كفر عن يقين، كفر عن عناد، كفر عن تكبر، كفر عن اعتقاد. فاتقوا النار. ما معنى التقوى؟ ما معنى التقوى؟ الوقاية، عندما أقول لشخص اتق البرد، اجعل بينك وبين البرد واقيا، اتق حرارة الشمس، اجعل بينك وبين حرارة الشمس واقيا، اتق الله، اجعل بينك وبين الله واقيا. لا، هنا في إيجاز وحذف، يعني اجعل بينك وبين ما يغضب الله واقيا، فحذف إيجازا ولدلالة السياق عليه ولإشعار الإنسان بمنة الله سبحانه وتعالى والهيبة في جلال الرحمن. فتقوى الله معناها أن أجعل بيني وبين عذاب الله ونواهي الله واقي، من خلال طاعة الأوامر واجتناب النواهي. فاتقوا النار، يعني اجعلوا بينكم وبين النار وقاية، أن عندكم القدرة، من عنده القدرة؟ هذه النار أخبرنا الله في سورة البقرة خبرا يعني يعد غريب، هذا الخبر أخبرنا عن وقود النار،
أخبرنا عن وقود النار، وهذا الإخبار جاء بصيغة مخيفة مريعة تتناسب مع السياق في الآية. الله وصل بهم إلى درجة الإيمان، فإذا لم تؤمن بعد هذه الدرجات تستحق الآن أن نخيفك من عاقبة هذا الكفر. فاتقوا النار التي وقودها يا الله الناس. بدأ يا أيها الناس في الدعوة هنا، وختم هذه التوجيهات الناس. أي ناس؟ الناس الأولى مطلق الإنسان، الناس الثانية هنا الذي وصل به الحد أن يعرف الحق ثم أدار وجهه عن الحق. وقودها الناس والحجارة، يعني قارن الله بين الحجارة وبين الكفرة عن إصرار، لأنه في ذلك المقام شابه الحجرة في تيبس عقله. هذا وجه الشبه، وجه الجمع، أنت والحجارة سواء. حتى أن الحجارة سيأتي ذكرها في سورة البقرة، وإن منها لما يشقق، وإن منها لما يهبط من خشية الله، لكن هؤلاء قلوبهم قاسية، فقست قلوبكم. إذا نسأل الله العفو والعافية وألا تقسو قلوبنا. قسوة القلب تقطع الاتصال بين القلب وبين المؤثرات الخارجية، قسوة القلب. لذلك أنا كمسلم أيضا قد يقسو قلبي، وهذا ما يفسره واقع حياة المسلمين، الظلم الموجود، أكل أموال الناس، أكل أموال الأيتام، الفجور بعد الخصومة، في قسوة قلب. ذلك الإنسان لابد أن يرقق قلبه بين الحين والآخر، بين الفينة والأخرى. وأفضل وسيلة لترقيق القلوب المسح على رؤوس الأيتام، المسح على رؤوس الأيتام. والأيتام من هو اليتيم؟ الصغير الذي فقد النصير. القلب يهف للصغير دون أن يكون يتيما، فما بالك إن كان صغيرا ويتيما ولا يرق قلبك له؟ إذن لا خير فيك، لا خير فيك. ذلك في سورة البلد ذكر الله عز وجل قال يتيما ذا مقربة، ذا مقربة يعني قريب من حيث المسافة أنت تراه. لأنه قد يكون قريبي أنا اليتيم في كندا لا تراه عيني فلا أتحرك باتجاهه، قد أعذر. قريب أراه كل يوم ولا يرق لي له قلبي، هذا القلب كالحجارة، بل الحجارة أفضل من هذا القلب. هذا وجه التشبيه. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس. أنا لو بأم في الناس أقف على الناس من باب ماذا؟ تحريك القلوب والوعظ. وقودها الناس والحجارة. العلماء قالوا ذيلت هذه الآية بتأنيس، بدأت بتيئيس وختمت كملوا معي بتأنيس. تأنيس للمؤمن أعدت للكافرين. هذه اللام لام الملكية، تملكها الكافرون أو تملكت هي الكافرين. إذن سورة بدأت بالتيئيس وانتهت بماذا؟ بالتأنيس. فاتقوا النار التي وقودها الناس، لأن الناس ذكرت قبل قليل وكان المؤمنون من ضمنهم، فحتى لا يخطر على بال أحد أنها أيضا لهؤلاء، قال الله أعدت للكافرين وبشر. إذن بعد التأنيس جاءت البشارة، الأنس ثم البشارة، وبشر الذين آمنوا. نقف إلى هنا، الوقت أدركنا.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.